نوصل لفقرة ويندو كوزميت مع السيد فراس عتاوي اللي صرتوا تعرفوه من خلال MTV Alive، صاحب ومدير عام شركة لورغانيكا. اليوم عندنا برودكتس جديد رح نتعرف عليهم. بونجور، صباح الخير. يعني دائما تجدد ودائما في امور بعد ما لحقنا نحكي عنها. صحيح. اليوم في انواع جديده من الاورجانيكا، طبعا عم نحكي عن يعني برودكتس طبيعيه 100%، كل شيء عم نحكي سيرتيفايد اورجانيك. اكيد. بس بدايه الحلقه لاذكر، ابتداء من جمعه الجاي نحن حكيت هسه الحلقه السابقه واخرت شوي، حنصير نعطي نوع من اللايف ريسيبيز على الهواء. خلطات بنعمل بالبيت، خاصه بالسكربز، خاصه بالماسك، خاصه بالهير برودكتس، زيوت الجسم، شغلات كتير حلوة يعني. نعم. فإن شاء الله الجمعة الجاية حنبلش نعطي الريسيبيز وبنعملها لايف لحتى الناس تقدر تعرف تستعملها. يعني رح بيكونوا سهلين معناته؟ أسهل ما ممكن، يعني شيء متداول، ما نحط نوع من الزيت مش موجود يمكن بنص الكرة الأرضية. صحيح. صحيح. هلا اليوم حالتنا حتكون كل شيء خاصه بالأنتي إيج، بالسيروم وبالأنتي دارك سيركلز، يعني كل شيء خاصه بالوجه، من تجاعيد، من تزيد بالوجه، من نوع من السواد تحت العين أو النفخة تحت العين. حكينا حلقة يمكن تاني أو تالت حلقة من الأورجانيكا من شي كم شهر، يعني حكينا عنه بطريقة كانت عامية شوي. هلأ بدنا نفصل ونشوف شو الكومنتس إجت من الناس وبعض التعليقات اللي ما عرفوا يستعملوا أو صار عندهم شيء معين، نعطي الشرح عن ليش صار عندهم هيك شيء معين. على كل حال يعني نحن مثل دايما حضرتك بتذكر إنه خطوطكم مفتوحة لكل الناس. أكيد أكيد. مش بس للطلبات، إحنا بنجاوب الناس، بس في ناس معين يمكن ما بتسأل، بتعرفي في طبعا ناس بتسأل، في ناس ما بتسأل، بتعتبر إنه لا المنتج ما ناسبني وخلص بتنسى تستعمل. صحيح. لا دايما نحن بنقول يسألونا، بتكون شغلات كتير بسيطة ممكن نقدر نحسن بهذا الموضوع. أكيد. هلا خلينا نبلش بالأنتي إيج يلي هو من اسمه معروف شو هو، كل شيء خاصه بالتجاعيد بالوجه. في كتير ناس بتعاني من هالمشكله من عمر 30 وما فوق، خاصه بهذا الزمن، لانه صرنا عم نحكي نوع اكل مختلف شوي، يعني صار في عندنا نوع من الجنك فود، اكل بقلبه كيميكلز، تلوث بالهواء، تعب، ارهاق بالحياه، صار في كتير شغل. فالتجاعيد كان سابقا بلش 35 40 بعد الوقت وتطلع له، هلا لا صرنا بمرحله ابكر شوي. الكريم ونحن بنفتكر العكس، نحن بنفكر العكس. في ناس ببلشوا ياخذوا كريمز من هن وصغار انه نحن بنغذي البشره، وانا شوي هيدي بدي غلط هالموضوع. نحن بس نعطي البوست كتير عالي من الغذاء للبشره بوقت مبكر، بنعودها على الاكل الزايد، فبس نخليها نوقف هذا الكريم، البشره بتصير في عندنا نوع من الترهل السريع او بصير التجاعيد السريع. اوف. صحيح. يعني فينا ننطر شوي. صح، كل شيء باعتدال. بس نحكي عن انتي ايج، عم نحكي عن كريم اكيد اورجانيك جاي، نحن بتصنع بلاب خاص بامريكا لشركه الاورجانيكا. يعني كريم كتير سهل، فينا نستعمله صبح وعشيه، بعكس الانتي ايج موجودين بالسوق اللي بس بالليل، معظم المنتجات بس بالليل، هذا عم نحكي صبح وعشيه. في ملاحظتين اجينا على هذا الكريم، في ناس عم تقول بس عم نحطه عم نعرق، بشره عم تعرق كتير، وفي ناس كتير بتعاني من هذه المشكله. كأنتي إيج دائما أي أنتي إيج بيكون في نسبة زيوت عالية، يعني نحن عم نحكي عن كريم تقيل على البشرة، السيروم بيجي أخف، ووتر بيست بيجي أخف بكتير، أنتي إيج في نسبة زيوت عالية كتير. لما نحن نحطه الصبح خاصة بموسم الصيف، هنشدد على الموضوع، بالصيف نحط الكريم عم نعمل نوع مثل البلوك الخفيف لكل المسامات. نعم. كل شيء مويستر، كل شيء رطوبة بقلب البشرة بتتكثف على الحرارة، بصير تطلع لنا نوع من العرق. أوف. ها هو السبب البسيط، يعني كأنه البشرة بلشت تشتغل، وهذا الشيء صحي ومنيح. صحيح أكيد. هلأ بس عشان الكريم تقيل على البشرة كأنتي إيج بيصير عندنا هذه الحالات، في ناس بعد الحمام مباشرة كمان بيحطوا نوع من الكريم إذا أنتي إيج أو أي كريم تاني ممكن تسبب المشكلة، بس نحط الكريم كمان البشرة بعدها كتير رطبة من الحمام من البخار، تعمل نوع من البلوك الخفيف، الرطوبه بتتحول لمويسر لماي تتكثف بتصير تطلع عرق. هذا هو سبب بكل بساطه. بس يعني هون شو الافضل؟ صحيح. الاشخاص اللي بتصير معهم هن شوي نادرين هالشغلات بس بتصير، الاشخاص اللي بتصير معهم هالحالات ما يحطوا الكريم بالنهار، يحطوا ترطيب عادي بالنهار، بالليل في حاله حممنا اخذنا شاور بعد ساعه نحط الكريم. نعم. بس هي هي. صح. او قبل ما ننام مباشره. اوكي. لكن الاستعمال هو الصبح، صبح وعشيه ما في اي مشكله. على مده قد ايه وقت او اي عمر بنبلش او كيف؟ يعني من 30 وما فوق، مش قبل، مش من 18 سنه قبل. في عندنا كريم مرطب للوجه. صح. خلينا ناخذ كريم خفيف زيوته منه كثير مكثفه، الغذاء بسيط، يعطي نضاره للبشره ما اكثر. فينا نستخدم السيروم مثلا، في عندنا السيروم نحن تحت 30 وسيروم فوق 30. اوكي. انتي ايج خلينا بس على كريم نستعمله صبح وعشيه. الانتي ايج اللي هو كريم عادي. كريم عادي صحيح. على فكره العلبه حلوه كثير، خشبه هاكم ما نسمع حتى العلبه يعني صديقه للبيئه. صح. فهيدا اها. في عندنا ناس بس يخلصوا من العلب بيحطوا بصير خواتم بيستعملوهم. صحيح. اكيد. بننتقل للسيروم. صحيح. الكريم مثل ما قلنا خاص بالتجاعيد،
تغذية البشرة والتجاعيد، منه مرطب، فينا نستخدم الترطيب يعني بالنهار أكيد، ولكن إذا نحن ما بنفتش بس على شيء كريم مرطب فينا نستخدم السيروم بيكون أفضل. هلا حنحكي عنه. السيروم، السيروم بيجي ووتر بيست خفيف على البشرة. في كتير ناس بيحطوا شيء مثل برايمر على الوجه، يعني بيستعملوا شيء مثل كريم أو سيروم معين قبل ما يحطوا الميك اب. هذا السيروم فينا نستخدمه هيك فينا؟ صح. هيدا 87% certified organic. لما نحن 87 يعني عندنا 13% natural products، يعني منا certified organics بس للمصداقية مش أكتر يعني. وهي بنكتبها على العلبة نحن كل الأحوال. بس على كل حال هو معمول من هو natural مواد طبيعية. كيميكالز عند الأورجانيك ما موجود. أوكي. صرنا معروفين بهالشغلة يعني. السيروم بنحطه على الوجه، فينا نحطه صبح وعشية، فينا نحطه قبل الميك اب. البشرة المزيت كتير مفيد، بخفف الزيت بالبشرة، بيمتصها بسرعة، بيعطي نوع من الملمس المخملي للبشرة يعني. نعم. هلا في ناس كتير بياخذوا الانتي ايج والسيروم مع بعض. نحن دائما يعني قد اهميتهم؟ اهميتهم النتيجه بتصير اذا عندنا تجاعيد او نوع من ضعف بالوجه، في ناس بياخذوها عشان يملي الوجه، في نتيجه في كولاجين، نوع من الكولاجين يعني، فبيحطوهم مع بعض بياخذوا نتيجه شوي اسرع. نحن بننصح فيهم مع بعض وبننصح كل وحده لحال حسب حاجته الشخص يعني. نعم اكيد بنحط السيروم قبل السيروم قبل الانتي ايج، بننطر 10 دقائق بيناتهم الفرق. اوكي دغري ما من مزيتين دغري. والسيروم هو استعماله دايم او لفتره معينه؟ سيروم فينا الصبح، فينا الظهر، فينا عشيه. فينا نستعمله لسير عمنا 100 سنه ان شاء الله يعني، ما في مشكله. ما في مشكله. ما في دائما بنخاف انه السيروم يكون اوقات عم بيسكر مسام الجلد. لا هذا ووتر بيس، هذا اللي كنت عم بقول اول سياق الحلقه يعني، انه هذا ووتر بيس يعني ووتر بيس دغري البشره بتمتصه. اصلا كل الناس اللي اخذوا السيرومز اجانا كومنتس كثير حلو عليه. نعم. هلا بعض الناس يمكن شوي بتبالغ انه اول اسبوع بلش تخف التجاعيد، لا نحن خلينا شوي يكون واقعيين. التجاعيد بدها شوي وقت، اسبوعين ثلاث اسابيع بلش نحس البشره بلش تروق. نعم. يعني التجاعيد كيف بتخف؟ من منطلق انه البشره صارت عم تتعبى، صار في ملمس ناعم اكبر، يعني متوحده كلها مع بعض. مش انه في خطوط عريضه ما مكان مكان، لا خطوط العريضه على الجبين ما بخفف بس ما بشيل. في ناس كثير عم تصل انه اذا تضحك بيطلع له خط عريض، هذا خلق الله هيك يعني. نعم. هذا كمان شوي اجينا كثير هيك كومنت معينه فيها. السيروم مثل ما قلنا صبح وعشيه. نعم. كمان خاص للتجاعيد، بغذي البشره. الناس اللي بشرتهم حساسه او مدهنه هول المنتجين الاثنين فيهم يستعملوا. اوكي. العلبه الكبيره هي السيروم، هي السيروم 100 والياسين الصغار هن هيدا الانتي دارك سيكس، هذا المنتج الثالث يلي رح نحكي عنه. خلينا نشوف شوي السيروم اذا بتريد. السيروم ريحته على ما على الورد. نعم. الباقيين بنحس انه اجمالا ما في معطر يعني، في كومنتس بتجينا مثلا انه ما فيهم معطرات. لا لا لا. يعني هيدا مثلا بقلبه ريحه الخيار، اللي بقلبه اسنس الخيار. اوكي. هذا السيروم بنحط نقطة واحدة مفروض صح عشان بعد جديد. اوكي هيدي هلا مثلا بتمديها على ايدك بتلاقي دغري بتنشف، بتصير ايدي انا كمان شابة روح تجاهز. صحيح. هلا الانتي دارك سيكس هذا التوب سيلر. اوكي. هذا المنتج احنا الاول ما جربناه اعطى نتائج كثير حلوه قبل ما ننزله على السوق. الكومنتس اللي عم تجينا على الانتي دارك سيكس عن جد شيء كثير حلو يعني. حلو. منتج ممتاز كثير خاصه للسواد تحت العيون، نتائج عم نبلش نحس من يعني خلينا نقول 10 ايام وطلوع بنشوف النتيجه. انه هذا وقت سريع يعني خاصه للسواد. ريحه روعه، ريحته كثير حلوه. موارد كان فيه موارد يعني. صح. فيه هالبرودكت الطبيعي. أكيد. هذا فيه بقلبه 53 نوع زيت. اوف. السيروم طبعا بالنسب مختلفه بين بعض يعني. الانتي دارك سيكلز بنحط تحت العين، كل شيء خاصه نفخه، نفخ تنفخ تحت العين مش نفخه بالعين يعني. كل شيء خاصه بالسواد تحت العين والتجاعيد. اوكي. الشغله الحلوه بالانتي دارك سيكلز فينا نستعمل حدود 11 مره بالنهار. اوف. قد ما بدنا، كل ما بدنا نرطب العين فينا نحط منه كميه. لا تسكن يعني، مسح مثل ما بيقولوا، شنو يطلع يعني، نحط اصبعنا نشيل عليه كريم، شو اللي بيعلق ما نحطه. ما نكتر. هلا في ناس بتكتر ما بيأثر بس بيطول لتنشف مش اكثر يعني. يعني لازم نحط قبل الميك اب بوقت قبل 10 دقائق، ما في كمان 5 دقائق كمان. نعم. ما في دقائق. اجمالا بينخاف انه هالبرودكتس لحوالى العين بينفخوا اكثر ما بيفيدوا يعني، اوقات بيصير في نوع من حساسيه او من رده فعل أو من الجلد. بيض. صحيح. عشان كتر من الكريم اي انت هل سجل اي حاله حساسيه؟ لا مش السبب، نحن ما بنستعمل كل شيء اسمه كيميكلز يعني بارابين بروبيكول، هالقصص اللي بنحط بالكريمز بمعظم 99.99% من الكريمز بالسوق بقلبها القصص. هلا اخر فتره طالع الهايب انه بارابين فري بارابين فري، بس ما في 35 مادة كيميائية تانية كمان بتأذي. بيجي وقت بس كل سنة سنتين بيقولوا لنا هالمادة بتأذي بنشيلها، بحطوا شيء بديل. صحيح. لا هذا عالم الكيميكال شيء وعالم الطبيعة شيء. والأورجانيكا شيء. عالم الأورجانيكا شيء. صحيح. لا الأنتي دارك سيكس سيف كثير وبنشف بسرعة، في
كان نحطه قبل الميك اب. هو على شو بيشتغل على المزبوط؟ سواد بس يعني السواد. شو اللي بيروحوا هالبيجمان الموجودين؟ في عندنا كذا نوع من السواد. في السواد اللي بيجي من المعدة بيخففه كتير. في سواد من الإرهاق بيشيله. في سواد بالوراثة بيخفف كتير. لاحظي شي بقول بيخفف شو بيشيل. ما بنحكي سحر يعني. في ناس عندها سواد من السهر بيخفف بيريح كتير. في ناس عندها مشاكل طبية معينة صارت أثرت على البشرة. في ناس تعرض للشمس. يعني أسباب كثيرة. لكن هون من أول أسبوع ما بلش نحس بفرق. من أول 10 أيام. يعني أول مرة حول على الهواء نحن حنعطي عليه جارنتي. أول 10 أيام ما بحسوا الفرق برجعهم. هذا الكريم بالأخص. نعم. صار عندنا الجرأة نقولة. يعني قبل كان عندنا شوية تردد بالموضوع. لحتى تجربوا أكيد. يعني مش نجرب يعني. دائما الترايل على 20 أو 30 شخص بتختلف عن 3000 يمكن صار. مزبوط مزبوط. يعني بتختلف كثير بالموضوع. صحيح. هذا بنحط مثل ما قلنا صبح وعشية. نعم. خلينا نذكر قبل ما نختم بطريقة التواصل معكم بالضمانات بكل هالأمور. تليفون زبون بس يطلب خلاص نزل اسمه على السيستم الضماني صارت موجودة حكما وقت ما بلش يستعمل منتج يعني. ودائما هيك في مجال انه ينرد البرودكت او ينبدل او يصير في اي كمان. نحن يمكن الاورجانيك كسبنا ثقة الناس من هالشهر. الناس ما بتصدق. بس ما عندنا مشكلة الموضوع لانه بكل بساطة في عم نحاول نكون اذكياء بالتجارة مثل ما بيقولوا مصداقية منتج مزبوط الناس بتاخذ حقها ونحن بناخذ حقنا. كتير ما اكثر يعني. كتير منيح. على كل حال بيكون عندنا حلقات جديدة مع حضرتك سيد فراس عطاوي. خلينا نتواصلوا معنا انه في اوفرز وفي اسعار. نعم. في ديسكاونت عليهم. حنبلش الديسكاونت عليهم من اليوم. يعني عندنا يا $30 محل 50 وهيدا حيكون $30 محل $40 والأنتي دارك سيركز عميله بس ليميتد تايم لأنه كمية مقطوعين صراحة. نعم. الجمعة الجاية يجي 35,000 كتير منيح بضاين كتير. شكرا لوجودك معنا سيد فراس عطاوي من شركة الأورجانيك. أهلا وسهلا فيك. وقفة ومنتابع باقي فقراتنا بـ MTB Alive. خليكم معنا.